هو ليش ترفض الاحزاب والمرشحين تسلسل 56؟ يعني انت تعرف اليوم المجتمع العراقي خصوصا بعد 2003 والصدعات اللي تلقاها من السياسيين والوعود التي لم تنبأ ولم تكن حقيقة، وبالتالي عندنا بالقانون العراقي المادة 456 يختصرها المواطن العراقي ب 56. هذه مادة تخص النصب والاحتيال. نعم. لذلك الفرد العراقي أو المجتمع يختصر ال 456 ب 56 بأنه يطلقها على من يصفه بالاحتيال أو بين قوسين النصاب. لذلك تشوف أغلب السياسيين العراقيين يرفضون أن تكون هذا الرقم هو ملاصق لحملتهم الانتخابية أو تسلسلهم في الانتخابات، على اعتبار أنه ذو صفة ذميمة بأنه يدل على النصب والاحتيال. لكن ممكن يكون أشهر مرشح بالعراق بالدعاية السلبية ممكن يستخدمها كسلاح إيجابي. يعني نعم هذا الرقم راح نعرف. نعم هذا المرشح. أما الحزب نعم اللي يريد يلعبها صح فياخذ ال 56 ويعطيها الواحد مغمور ما معروف راح ينعرف وراح يعني يتم تداوله في مواقع التواصل. ممكن ان تكون الدعايه المضاده، لكن انت هذا شيء يدلك على انه من يقوم او من يحتسب لمثل هكذا حالات بانه شخص مهزوز او انه بداخله ان كان فرد او حزب ويعلم جيدا انه لا يلبي طموح المواطن العراقي. الرقم لا علاقه له بادواتك وما تحمله. اخذنا بالاستاذ امير احنا عندهم مثل يقول اللي بعبه سخر. اي صحيح. وبالتالي ليش اقول لك اليوم انه شخص مهزوز او حزب مهزوز، كل من ينظر الى انه هذا الرقم ممكن ان يسيء له هو يعني بداخله مهزوز ولا يمكن ان يقدم شيء للناخب العراقي. وبالتالي تشوف انت أغلبية الأحزاب اليوم هي مجرد جعجعة ومجرد أصوات ومجرد وعود كاذبة لم تلبي شيء للمواطن العراقي. 20 سنة والحال من أسوأ إلى أسوأ، وبالتالي أنا أعتقد هذه النتيجة هي واقع حال.